فارس فارس يلا قوم، الشمس طلعت. طيب طيب بقوم، أخيرا اشتغلت الحمد لله على السلامة. خفنا يكون صار لك شيء، لكن عمي جابر طمنا وقال بس يبي لك شحن. حصل خير، أهم شيء عندي إن الطلبين عرفوا كيف يقتصدون بالموية وهم يتوضون. صح عليك، وأحلى شيء إن اليوم هو يوم الملاهي. يلا قوموا تجهزوا عشان ما تتأخرون. لحظة لحظة، وش هو يوم الملاهي؟ وأنا بروح معكم. هذا أكثر يوم مليان حماس، وأكيد أنت معنا. ما أقدر، أنا عندي مهمة. أنت بعد إصابتك لازم ترتاح وتاخذ إجازة. يلا أنا بروح أجهز، بس أول شيء لازم أتروش. وش فيك؟ أنا تروشت وخلصت، فارس لسه ما خلص. فارس يلا بسرعة، أختك جهزت قبلك. أكيد كل ما طول كل ما أسرف بالموية. لازم نعلمه أن هذا خطأ، لأن قبل ما نساعد الناس تغير سلوكياتها لازم نغير بسلوكياتنا أول. خلصت، معليش لا كنت أخرت. يلا يلا تأخرنا. بس قبل ما نمشي لاحظنا عليك اليوم انك تطول وانت تروش، لا تنسى ان مهمتنا كلنا نحافظ على المويه، لازم ما نسرف فيها، خصوصا لما تكون مو تحت المويه ومن الاسراف انك تخليها شغاله. طيب في ادوات ترشيد للدش ممكن ما تخلينا نصرف بالمويه؟ اي اكيد في، معاكم حق. هديل يلا نتسابق من أول واحد يوصل للعبة تصادم السيارات. حريص أول واحد بيوصل أكيد. خلاص عرفنا من بيفوز. أنا عني بروح أشتري آيس كريم. وأنا بروح ألعب مع حريص. بروح أغسل يدي وحريص بيجي معي. بنتظركم هنا. أحسن شيء إنه في أدوات ترشيد. تخيلي يا هديل إنهم حاطين بكل دورات المياه أدوات ترشيد. في غيرنا وغير حريص يهتم بالترشيد، وهذا أهم شيء. حلو، اليوم كلنا انبسطنا. البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه.